بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 56. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونذكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان، وباعثها أحد المستمعين، يقول: أخوكم في الله الزاكي برشم يقول: إننا نلاحظ في الأسواق نساء كاسيات عاريات، ونلاحظ بعض الاختلاط بين الرجال والنساء، هل لكم من توجيه في هذا الأمر؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هاتان المسألتان اللتان ذكرهما السائل، وهما الاختلاط بين الرجال والنساء في الأسواق، وأن النساء كاسيات عاريات، هذان منكران عظيمان لا يجوز السكوت عليهما، بل يجب إنكارهما على حسب الاستطاعة والمقدرة. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فيجب على أهل السلطة وأهل المسؤولية وولاة الأمور أن يغيروا هذا المنكر باليد. فمن لم يكن له سلطة فإنه ينكره باللسان، بأن يبين للناس أن هذا منكر، ويعظ ويذكر وينصح ويبين للناس، لأجل أن يهدي الله من يشاء من عباده وتبرأ ذمة الناصح. فإن لم يكن عنده قدرة على البيان واللسان، فينكر المنكر بقلبه ويكرهه بقلبه ويبتعد عنه. وعلى هؤلاء النسوة أن يتقين الله في أنفسهم، لئلا يكن من النساء التي أخبر عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال: من ثاني من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. فعلى نساء المسلمين أن يتقين الله، وأن يحذرن من هذا الوعيد الشديد أن يقع بهن، وأن يتسترن ولا يخرجن للأسواق إلا عند الضرورة والحاجة الملحة، مع التستر الكامل والحجاب الكامل وتجنب المخالطة للرجال بما في ذلك من الفتن. وعلى الرجال أيضا أن يتقوا الله، وأن يبتعدوا عن مخالطة النساء وعن الافتتان بهن، فإن الله أمر الرجال وأمر النساء بغض البصر وحفظ الفرج، وأمر النساء بالحجاب. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء إخوانهن أو بني أخواتهم إلى آخر الآية. فعلى النساء وعلى الرجال أن يمتثلوا هذه الأوامر الإلهية لما فيها من الخير والمصلحة لهم ولمجتمعاتهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: استفسر عن التدخين والتنباط والصعود، هل هي من المحرمات أو من المكروهات أو ماذا؟ أفيدونا جزاكم الله. التدخين والتنباط والتتن أو بالقات، كل ما يفتر أو يسكر فإنه محرم، يحرم تعاطيه بأي وسيلة، سواء عن طريق الشم أو عن طريق التدخين أو عن طريق التخزين أو غير ذلك، لما فيه من المضرة ولما فيه من الأمراض الخطيرة ولما فيه من تضييع الأوقات وإضاعة الصلوات. فإن الذين يخزنون يذكر عنهم أنهم يبقون ساعات طويلة لا يصلون ولا يذكرون الله عز وجل ولا يعملون أي عمل لدينهم ولا لدنياهم. فهذا من الحرمان ومن الضرر العظيم على الإنسان، أن يضيع الصلوات وأن يضيع مصالح الدين والدنيا ويجلس وقتا طويلا مع هذه المادة الخبيثة. وكذلك التدخين
فإنه مضر، ويكفي لذلك ما تقرر عند جميع الدول وعند جميع الأطباء والمصحات من أضرار التدخين وشروره. فالواجب على المسلمين خصوصا وعلى العقلاء عموما أن يجتنبوا هذه المواد الخبيثة، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وفيما أباح الله سبحانه وتعالى من الطيبات غني للمسلم عن هذه الخبائث. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من الجزائر بتوقيع مستمع أو مستمعة للرمز زاي راي. الرسالة كلها مشاعر حب وثناء لهذا البلد المملكة العربية السعودية ولعلماء الأجلاء الذين ينشرون الدعوة إلى الله، ويتمنى هذا المستمع أن يطول وقت البرنامج كما يتمنى أن ترسل حلقاته مسجلة إلى كل من يطلبها وله جمع من الأسئلة. أول سؤال يقول: المريض بمرض الربو ضيق التنفس يستعمل أنبوبة للدواء وهي عبارة عن هواء يدخل إلى الرئتين، هل هذه الأنبوبة تعتبر مفطرة للصائم ولا يجوز له استعمالها؟ جزاكم الله خيرا. هذه من المشكلات استعمال الصائم للبخاخ الذي يستعمل للربو، هذه من المشكلات، فلولا أن الصائم يتجنب هذا الشيء ويؤخره إلى الليل إن استطاع ذلك. وأما الدخول في تفاصيل فهذا يحتاج إلى معرفة ما يشتمل عليه هذا البخاخ، فإذا كان مجرد هواء كما ذكر السائل فلا شيء فيه ولا يضر على الصيام. أما إذا كان فيه ماء، فيه مادة ماء وفيه مواد دواء وتدخل هذه الأشياء إلى جوف الصائم فإنها تفطر، وبالتالي فإنه لا يجوز له تعاطيها، وإذا كان مضطرا إليها فإنه يعتبر من المرضى الذين يباح لهم التداوي والإفطار ويقضون من أيام أخرى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كثيرا من الأمور استجدت على الناس شيخ صالح، غسيل المصاب بالفشل الكلوي وهذا البخاخ وما أشبه ذلك، والمتبرع بالدم أو الذي يريد التحليل واستعمال معجون الأسنان وخلع الأسنان بالنسبة للصائم، كل هذه الأمور يسأل عنها الناس، لعل لكم كلمة توجيه حولها جميعا جزاكم الله خيرا. أما غسيل الكلى فلا شك أنه يفطر الصائم لما يصاحبه من إدخال مواد وأدوية إلى الجسم ومياه طبية تدخل إلى الجسم ويخرج منه مواد، غسيل الكلى يفطر الصائم، وإذا احتاج إليه الصائم فإنه يعتبر مفطرا لمرضه ويقضي ما غسل فيه في أثناء نهار رمضان يقضيه من أيام أخرى والحمد لله، وهو معذور في الغسيل أثناء رمضان لحاجته وضرورته إلى ذلك، لكن يقضي هذا اليوم. وأما قضية الدم، نعم، إدخال الدم إلى المريض الصائم وإسعافه بالدم هذا يفطره، لأنه بمثابة الأكل والشرب، لأن الدم مغذي الجسم وهو بمثابة الأكل والشرب، فإذا أسعف بالدم فإنه لذلك يفسد صيامه وعليه القضاء، وهو معذور بسبب المرض الذي اضطره إلى ذلك. وأما سحب الدم من المريض من الصائم، أما سحب الدم من الصائم إذا كان كثيرا فإنه يبطل الصيام، لأنه مثل الحجامة، والحجامة ثبت بالحديث الصحيح أنها تفطر الصائم، وهي سحب للدم، فإذا كان يسحب من الصائم دم كثير للتبرع به أو لإسحاف مريض فإنه بذلك يفسد صيامه، ولكن يكون معذورا ولا إثم عليه لأنه فعل هذا للضرورة، لكن عليه القضاء، لأن هذا لإنقاذ معصوم من هلكة فيجوز له ذلك، لكن يقضي هذا اليوم. وأما سحب الدم اليسير للتحليل كالنقطة والنقطتين هذا لا يضر إن شاء الله. وأما خلع الضرس إذا كان الإنسان متعلما من ضرسه فإنه يخلعه وهو صائم ولا حرج عليه، والدم الذي يخرج من أثناء الخلع يلفظه ولا يترك منه شيئا يذهب إلى جوفه وهو مختار قادر، فإن ذهب وتسرب شيء بغير اختيار فلا حرج عليه في ذلك، فله أن يخلع ضرسه وهو صائم يجب ضرورة، ولأن الفم في حكم الظاهر. وأما معجون الأسنان فلا بأس باستعماله للصائم، لكن بشرط أن لا يذهب إلى حلقه منه شيء بل يلفظه يتخلص منه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة لمريض الأعصاب أو المصاب بأمراض نفسية كالاكتئاب والأعصاب وما أشبه ذلك، ما القول في حاله جزاكم الله خيرا؟ إذا احتاج إلى دواء نعم إذا احتاج إلى دواء لا بأس أنه يتناول الدواء ويقضي هذا اليوم، يعني يعتبر من المرضى، المريض له الإفطار في نهار رمضان لا
يأخذ الدواء ويقضي من أيام الأخرى. مما يقال عن هذا المرض الأخير شيخ صالح أن الإنسان إذا امتنع عن المأكل والمشرب أن حالته تزداد سوءا، هل لكم من توليه؟ نعم، يضطر إلى الأكل والشرب فإنه يعتبر مريضا. طيب. يعتبر مريضا. طيب. فيأكل ويشرب حتى تعود إليه حياته. نعم. وعقله. نعم. ويقضي من أيام الأخرى لأنه مريض، والمريض مباح له الإفطار. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا المستمع فيما يخص نية الصوم في رمضان، هل تكفي النية للشهر كله أم لا بد من النية في كل ليلة؟ لا بد من الأمرين، النية الحامة من دخول شهر رمضان، والنية اليومية لأن ينوي في كل سحر أنه يصوم هذا اليوم، وقيامه من النوم وتسحره هذا يدل على النية. هذا يدل على النية. طيب. إذا قام وتسحر. نعم. واستعد للصيام فهذا دليل على النية. نعم. جزاكم الله خيرا. هل التلفظ بالنية جائز؟ كأن أقول نويت صيام يوم غد من شهر رمضان إيمانا واحتسابا لوجه الله العظيم. تتم الجواب السابق. نعم. وإذا نوى من الليل يصوم غدا وغلب عليه النوم ولم يتيقظ قبل السحور فإن صيامه صحيح، لأن النية موجودة والإمساك عن المفطرات موجود. فإذا أصبح ولم يتسحر وهو ناوي للصيام فإنه يتم صومه والحمد لله. نعم. التلفظ بالنية. أما التلفظ بالنية فإنه حرام لأنه بدعة، ويكفي النية بالقلب لأن النية من أعمال القلوب، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية في بداية العبادة، لا الصلاة ولا الصيام ولا الطواف ولا غير ذلك من العبادات. فالنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم من أفطر يوما من أيام رمضان عمدا للشهوة ثم ندم على ذلك، ماذا عليه علما بأنه لا يستطيع الصيام لشهرين متتاليين، وهل له أن يتصدق مكان الإطعام كلما استطاع لذلك؟ جزاكم الله خيرا. وهل لا بد من الإطعام أو تكفي النقود بنية الكفارة؟ إذا أفطر في نهار رمضان من غير عذر متعمدا، فإن كان يفطره بالأكل والشرب فإنه يكفي منه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقضي هذا اليوم الذي أفطر، فليس عليه كفارة. أما إذا كان إفطاره بالجماع فإن عليه القضاء وعليه التوبة وعليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. على هذا الترتيب لا ينتقل إلى خصلة إلا بعد عجزه عن الخصلة التي قبلها. وأما إخراج النقود الكفارة فإنه لا يمكن، لأن الله جل وعلا نص على الإطعام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول إذا صلى المرء تحية المسجد ثم خرج من المسجد لتجديد الوضوء وعاد إلى المسجد، هل يلزمه تحية المسجد مرة أخرى؟ ما يلزمه ذلك، تحية المسجد ليست بلازمة وإنما هي سنة مؤكدة ليست واجبة. فإذا أداها الإنسان وخرج لحاجة ثم عاد إلى المسجد فإنه لا يعيد صلاة التحية. نعم، تكفي الأولى. ما شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل للإنسان أن يدعو دعاء الاستخارة بعد الانتهاء من السنن الرواتب أو بعد صلاة الضحى أو تحية المسجد وغير ذلك؟ والاستخارة له صلاة خاصة، صلي ركعتين غير الفريضة ثم يدعو بعدهما بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي به بعد غير صلاة الاستخارة، لا يأتي به بعد النوافل الأخرى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة مستمعة من الإمارات العربية المتحدة، عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء بقي لها جمع من الأسئلة. أحدها تقول فيه: هل يسن لي رفع يدي للدعاء بعد التشهد وقبل السلام للدعاء، أم أن ذلك يخل بالصلاة إذا رفعت يدي سواء كان فرض أو سنة؟ رفع الأيدي في الدعاء في التشهد الأخير بدعة، لا يجوز رفع الأيدي، بل يدعو بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بما ورد ولا يرفع يديه. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يسن للإنسان قراءة سورة الفاتحة قبل البدء بالدعاء، وهل هذا وارد عن الرسول؟ وإذا لم يكن وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهل من مانع في ذكرها خاصة وأنها وردت في أول القرآن؟
المشروع في الدعاء أن يبدأه بالحمد لله وأن يختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أتى بلفظ الفاتحة أو بغير ذلك. فإذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ثم دعا بما تيسر، فقد أتى بالحمد والثناء على الله في بداية دعائه. وإن أتى بلفظ آخر كان يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم يدعو كذلك. المهم أنه يبدأ الدعاء بالحمد ويختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من آداب الدعاء. بعد صلاة الوتر أقول سبوح قدوس رب الملائكة وروح 3 مرات، والمرة الثالثة أقولها بصوت مرتفع، هل هذا صحيح أم بدعة؟ الذي ورد أنه إذا سلم من الوتر يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس 3 مرات، والثالثة يمدها يقول سبحان الملك القدوس هكذا. جزاكم الله خيرا. أثناء قراءة القرآن تمر علي آيات تحوي على الأدعية مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنا أكرر مثل هذا الدعاء 3 مرات سواء كانت القراءة في الصلاة أو الورد اليومي، هل في ذلك شيء؟ ما في الصلاة فلا تكرر الآيات، وإنما يقف ويسأل الله عز وجل عند آية الرحمة ويقف ويستعين عند آية العذاب، وهذا في غير الفريضة النافلة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من مدينة الجبيل الصناعية وباعثتها إحدى المستمعات تقول أختكم أم عبد الباري. أم عبد الباري لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول ورد في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أن من صفاتهم أنهم لا يرقون، فقد تركوا الرقية لشدة توكلهم على الله، وسؤالي هل يدخل في ذلك ترك العلاج عند الأطباء؟ وهل إذا ترك الإنسان العلاج عند الطبيب توكلا على الله أفضل أم طلب العلاج أخذا بالأسباب مع التوكل مع التوكل والعلم واليقين بأن الشفاء من الله سبحانه وتعالى؟ نفض الحديث الرواية الصحيحة ليس هكذا الذين لا يرقون، بل الرواية الصحيحة الذين لا يسترقون بالسين، يعني لا يطلبون الرقية من غيره، لأن هذا فيه حاجة إلى الناس وذل المسألة للناس. أما لا يرقون هذا غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي عليه الصلاة والسلام، هذا هو اللفظ الوارد، لا يسترقون يعني لا يطلبون من غيرهم، يعني لما في ذلك من سؤال الغير ولما فيه من الحاجة إلى الناس، فهم يتركون سؤال الناس تعففا وتوكلا على الله سبحانه وتعالى. وأما الرقية في حد ذاتها فهي مشروعة، وهي سبب من الأسباب الطيبة النافعة بإذن الله، وليس معنى التوكل على الله ترك الأسباب، بل المشروع الأمران الأخذ بالأسباب النافعة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، وترك الأسباب هذا غير مشروع وهو نقص في التوحيد، والاعتماد على الأسباب شرك، الاعتماد عليها شرك، الاعتماد على الأسباب وترك التوكل هذا شرك، والتوكل وترك الأسباب هذا نقص في الشرع. الواجب الجمع بين الأمرين، الأخذ بالأسباب النافعة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وسمع في البرنامج من الجمهورية العربية السورية والمستمعة عين كافية صاحبة الرسالة، تقول عن نفسها أنا امرأة في 18 من عمري، تزوجت رجلا في 25 من عمره، ولا أعرف كيف تم هذا الزواج دون أن أعرفه، ولكن الحمد لله بعد الزواج أصبحت أحبه وأتمنى له كل خير، إلا أن له زوجة غيري، حيث لاحظت عليه أنه قال لها ذات مرة وهو غضبان أنت طالق، ثم ردها لعصمته في اليوم التالي، وبعد فترة من الزمن تخاصما وتهاوشا وغضبت منه، ثم حلفت وقالت إنك تحرم علي بالحرام، ومرة أخرى قالت له تحرم علي كما حرم علي أخي، ومرة أخرى قالت حد الله بيني وبينك، ثم هجرها 2 شهر متتاليين ثم عاد إليها، ولا أدري هل يحلان لبعضهما بعد ما حصل أجيت
التوحيد علما بأني أخاف الله وأصلي والحمد لله وأصوم منذ زمن، ولكن تغلب علي الغيرة بجهولي، جزاكم الله خيرا، ولا أريد أن يتضايق مني هذا الرجل ولا زوجته تلك. إذا كان كما ذكرت أنه طلق زوجته ثلاث تطليقات متفرقات فإنها تحرم عليه وتبين منه ميمونة كبرى ولا رجعة له عليها، إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر زواج روضة ويطلقها بعد أن يطأها يطلقها راغبا عنها، فإنها تحل له بعقد جديد ونكاح جديد. فإذا كان كما ذكرت أنه طلقها ثلاث تطليقات متفرقات فإنها لا تحل له وليس له عليها رجعة، وبالتالي لا يكون هي لها عليها عليه تحريمات ولا أنها غير زوجة له. فعلى كل حال هذه مسألة فيها إيهام أو الالتباس. فعلى هذا الزوج أن يتقي الله وأن يراجع أهل العلم ويسأل أهل العلم عما حصل منه ولا يبقى على هذه الحالة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح، الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاءنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى